الزباب عاملين ايه؟ معكم اندرو فريد من مايا ويز اندرو. هنبدا النهارده نخلص الجزء بتاع الدبشك دوت والمقبض. تمام، احنا عملنا المره اللي فاتت بالظبط الشاسيه وخلصنا يعتبر جزء كبير برضو. لو بصينا من هنا كده هنلاقي ان احنا عملنا اكبر مساحه من السلاح، الشاسيه والغطا بتاع السلاح بتاعي والاجزاء اللي هتتشد كده وهتضرب. فطبعا هنبدا دلوقتي نشتغل على الدبشك. هنشتغل هنجيب كيوب زي برضو ما احنا متعودين. هنيجي عند insert edge loop، هنعمل double click، هيطلع لنا من هنا انك تعمل اكتر من edge. فهختار مثلا انا عايز 5 أو 6، خليها 6 edge. فاول ما ادوس هنا هينزل لي 6 edge بالشكل ده، وارجع تاني اقفلها وخلاص. طيب الستة ايج دول هعمل بيهم ايه؟ هبتدي انسق من هنا بقى ايه المقاس بالشكل ده. هاجي برضو دبل كليك هنا كده وهختار 4 أو 3 وهسلكت هنا كده، وابتدي بس اكبر من هنا المقاس بتاعهم سنة. بعد كده همسك وكبر سنة كمان عشان لما اعمل كده يكون السلاح برضو مدي الزاوية بتاعته. طبعا هنقفل وهنسلكت هنا كده عند الاربع اطراف دول. ممكن نعمل حركة اسكى ان احنا نمسك ده وده ونبتدي نزودهم من هنا كده. بعد كده امسك الموديل كله اضيقه عشان يبقى منظره من فوق ماشي مع نفس المسار بتاعه، واجي من هنا كده اعمل دعم للجزء ده. بس قبل ما ابتدي اعمل دعم احاول هبدأ دلوقتي في الحاجة رقم 2 وهي الجزء دوت المقبض. هنمسك برضو الانسرت ايدج لوب 4 عشان خاطر اعمل الدورانة اللي قدام دي، وهعمل نفس الدورانة دي ورا وهضيقها. وطبعا ما ننساش التدعيم. طيب هناخد دي دوبليكيتد برضو، هننزل بيها تحت كده وهنروتيت كده، وهعمل هنا كده ل8 وهياخد الحاجات دي كلها بالشكل ده وهنزل بيها تحت كده. طيب ليه خدت دوت؟ خدته عشان خاطر الرسمة من فوق هي دي اللي انا عايزها، يعني انا عايز المنظر يكون كده للمقبض كمان. فبس هو ده اللي انا خدته، وهبتدي اضيق بقى في الشغل بتاعي شوية امشي مع الرسمة. طبعا بعد ما خلصت كده بقوم عامل سموث، فبقى الشكل معايا بالمنظر ده ولطيف جدا. ممكن لو محتاج بس سنة من هنا ينزل معايا فاقوم ماسك بالادجس، ماسك الاول من هنا كده والاخر واقوم دايس بيه واحاول اقلل بينزل معايا يعني كده. لا اعلي سنة انزل مع سنة تحت عشان يديني البومب اللي تحت دوت، او يديني الميلان اللي تحت. نلغي طبعا بتدوس بيه تاني عشان تتلغي، وخلاص كده المشهد بتاعي خلاص ما فضليش غير الجزء ده وفضلي السلاح. طيب السلاح ده سهل يتعب، خزنة السلاح سهل انها تتكريت بسرعة. هنشوف دلوقتي هنجيب بار كيوب
نتخيل منظره يبقى عامل ازاي. السلاح دوت عبارة عن حتة مستطيل والتانة كده، فده طبيعي وسهل جدا وسهل ان احنا نكريته وسهل ان احنا نعمله. نفهم شكله هيبقى عامل ازاي من التوب فيو، من فوق. من فوق بيبقى شكله ان هو باين عليه من هناك، من قدام رفيع طبعا اللي مسك سلاحنا يعني دخل جيش كده فاهم. من فوق هنا بيبقى صغير علشان خاطر الطلقة بتبقى من فوق راسها، ومن الورا بتبقى المنطقه بتاعه الشايله الذخيره او البارود، فبتبقى ورا، فبتبقى الجزئيه اللي ورا دي اعرض ونازله على مستطيل بالشكل ده. فنبتدي طيب ازاي نظبط حاجه زي كده. من قدام اهو مستطيل عادي، واجي من هنا اطلع باكسترود لتحت كده مثلا، وبعد كده هاجي من هنا ومن هنا اكسترود تاني واقوم طالع بالجنب من هنا كده. طيب وبعد ما اعمل كده ايه اللي هيتم تاني؟ ممكن اطلع باكسترود بسيط من هنا ورا كده بس. فده هيبقى مثلا ده شكل الخزنه اللي انا هعتمده من ورا او من فوق بالظبط. فهختار كده همسكه كله كده وعامل سكيل اضيق شويه، فاحاول من هنا كده امشي بقى اشوف الشكل. عملت الروتيت دوت، احاول امشي بقى على المقاسات. ممكن امسك بالفيسز عشان يبقى اضمن اكتر. و اروتيت بس كده، يجي هنا من الكاستم بالظبط كده اروتيت واطلع هنا كده. طبعا لو ادالك المنظر ده كده انت ضيق براحتك منه. تمام، ايه هي ان انا هنزل عادي خالص، بس همسك بعد كده كل ده هعمل له سكيل لجوه. تمام، الخطوه الثانيه اللي انا هعملها هبتدي دلوقتي اجي هنا وهعمل اكستراكت. يعني ايه يعني اخرج؟ انا هخرج الموديل ده عن ده وهو هنا كده. تمام، هاجي همسكه بقى كده من هنا وهنزل بيه هنا. طبعا همسك ده وده وهعمل لهم كومباين الاثنين، وبعد كده هسلكت على الادجس من هنا وعلى الادجس من هنا وهعمل لهم بريدج. فده بقى متواصل مع ده. كتر بقى في الديفيجن بتاعك عادي بالشكل ده، فممكن تكتر في الديفيجن براحتك خالص. بعد كده مثلا ممكن ازود واحدة عشان اخلي فيه مجال اللي في النص ديت، وادوس حرف البي. ممكن امسك كل واحدة وابتدي اجي بيها لحد كده. طبعا انا كده بدعم خلاص اخر تدعيم ليا في بروجكت النهارده. تمام، وبالشكل ده يبقى احنا كده خلصنا جزء كبير جدا من الشغل بتاعنا. الفضل لنا المره الجايه ان شاء الله نبدا فيه هو الجزء بتاع الماسوره من قدام، هنعمل فيها جزء كبير جدا. تمام، الجزء اللي انتم شايفينه قدامكم دوت المره الجايه ان شاء الله هنخلصه، ويبقى كده يعتبر خلصنا 80% من البروجكت بتاعنا وقربنا نخلص الموديلنج بتاعه. درس النهاردة خلص، شكرا جدا ليكم وشكرا لمتابعتكم. اللي حابب يشوف فيديوهات تانية جديدة يدوس سبسكرايب عشان يوصله كل جديد. كان معاكم أندرو فريد من مايا ويز أندرو، مع السلامة.